ينضم معنا مراسل إخبارية عبد الفتاح غلاب. مساء الخير عبد الفتاح، أبدأ معك عبد الفتاح، يعني مع التسارع التطورات العسكرية شرق صنعاء، ما هي آخر التطورات المعارك حول العاصمة؟ تفضل. هناك التطورات المتسارعة وخاصة في منطقة شرق العاصمة صنعاء، حيث استطاع والمقاومة الشعبية المسلمة من قوات التحالف العربي السيطرة على جبل البياض، وهذا التقدم في اتجاه جبل بن غيلان. هناك ألغام زرعها الحوثيون لا تزال تسبب عائق في تقدم الجيش. في مأرب أيضا قصفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات عسكرية للحوثيين في منطقة هيلان وجبهة سروان، عزيزات العسكرية. في الجوف مصادر ميدانية أكدت أن الاشتباكات في مديرية المصروف بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمقلول صالح وصفت بالعنف بعد حشد الميليشيات عناصرها محاولة التقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة بالمنطقة، لكن الجيش تم دحر الانقلابيين وقتل 15 من عناصرها. نعم عبد الفتاح. الغارات الجوية على مناطق متفرقة من مديرية خب الشعف مستهدفا تعزيزات وتجمعات الميليشيات، وأدت إلى مقتل 7 من الميليشيات في مديرية المطمة جنوب الجوف. نعم، ضعنا في طيب في صورة التطورات العسكرية في جبهة نهم. في جبهة هيلان الجيش الوطني واصل تقدمه في عدد من المواقع، بعد السيطرة على جبل البياض يتقدم الجيش للوصول على منطقة بن غيلان، وهذه المنطقة تمثل منطقة استراتيجية والتي تعتبر قريبة وقريبة من مشارف العاصمة صنعاء. نعم، كيف يبدو حجم الخسائر في صفوف الانقلابيين في تلك المعارك؟ هناك خسائر كبيرة تكبدها الحوثيين يوما بعد آخر نتيجة الأهداف التي تحدد بعناية من قبل الجيش الوطني وكذلك من طيران التحالف العربي. التعزيزات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تحاول الدفع بتعزيزات كبيرة في اتجاه هذه الجبهات، ولكن الجيش الوطني والمسنود بقوات التحالف يستهدف تلك التعزيزات. نعم عبد الفتاح، يعني قوات الشرعية تسيطر على جبل هان، أهمية هذا الجبل استراتيجيا؟ هذا الجبل يمثل موقعا استراتيجيا للمقاومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حيث بالسيطرة على هذا الجبل أصبح الجيش الوطني على مرمى مدافع الجيش الوطني، و ومواقع الميليشيات اصبحت على مرمى مدافع الجيش الوطني. وياتي هذا السيطره على هذا الجبل سيطره استراتيجيه ومهمه. طيب قوات التحالف وقوات الشرعيه قد اعلنوا عن انتصارات كبيره عبد الفتاح في محور نهم كما تحدثت انت قبل قليل ايضا، وتحرير مواقع استراتيجيه كجبل هان الاستراتيجي وغيرها من سلسله من الجبال. برايك هل اقتربت ساعه الحسم؟ هذه المواقع الاستراتيجية يعتبر الجيش الوطني الآن أن العاصمة صنعاء أصبحت في مرمى الجيش الوطني، وأصبحت كل مواقع الميليشيات الحوثية والمقلوب صالح في مرمى أهداف الجيش الوطني، وهي الآن تصفي بقية ما تبقى من الجيوب في تلك المناطق. نعم، كان معنا مراسل إخباري عبد الفتاح غلاب، شكرا جزيلا لك عبد الفتاح.